السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة 7 يونيو 2019. كنعتذر لأن شحال هادي ما حطيتش ما نشرت حتى شي فيديو في القناة ديالي، وكنعتذر إلا أنا ما جاوبتش الناس لأن ما عنديش تغطية كافية. كما كيبان لكم فيالله تم الحصاد ديال القمح، يعني ما كانش شي حاجه مزيانه، ولكن معليش ماشي مشكل. كما كنقولوا ديما كنزرعوا باش نتمتعوا ونمتعوا معنا المخلوقات ديال سيد ربي. الشجر ديال البرقوق اللي كنت غرست فهو كما كيبان لكم يعني اول عام ديالو، اذا كان باين بان راه ما غاديش يكون داير شي حاجه. كتلقى مثلا كل شجره كتلقى فيها برقوقه ولا جوج، ولا ما كيكون والو كاع. لكن اهم حاجه ان هاد الاشجار يعني قدرت انها تشد، وان شاء الله اكيد ان شاء الله في المواسم المقبله بالعنايه يعني بالسقي والعنايه غتعطي مزيان. هنا غادي نوريكم عشرة البعويد الاجاص، هذه شجرة ديال التين، نوع من الزيتون، شجرة ديال التوت، وشجر أخرى كما قلت لكم في الفيديو الأولاني اللي كان قبل من هذا. فكنت أنا دويت على قبل الإصابة ديال بعض الأشجار بالمن ويعني وبعد بعض الفطريات. هاد الفطريات انا خديت صور ليها حتى نتاكد شنو هو النوع ديال الفطريات باش نشوف واش نقدر نداويه بمواد عضويه او لا غادي نلجأ المواد الكيماويه. هذا الحمض، شجرة ديال الرمان، شجرة ديال البرقوق الكولور، وكما كنت شرحت لكم في فيديو خاص بهذه الشجرة هذه، فكنت قلت لكم بأنها الإنتاج ديالها كيكون قليل. هذه المرة يعني كان إنتاج، ولكن من بعد يمكن واش طيور ما خلو فيه والو من غير قليل، يعني قليل بعض الحبات. بالنسبة للرمان كما شرحت لكم فالرمان مزيان ما شاء الله، كنتمنى انها تكمل بحال هكا. بالنسبه للخوخ، الخوخ فهو مزيان، هذا الخوخ هذا هو والشهديه فهما مزيانين الحمد لله. هذا اللوز كنشوف هنا بانه مصاب، من الاكيد غادي يكون هذا العنكبوت. ها هو كيبان لكم نوريكم مثلا هنا، هذه هي داير واحد شويه البرقوق. وكاين عندي هاد الشهدية اللي غتبان لكم،
شهديه ولا النكتارين. اذا هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.